ني ليلى سيحي ام رحمه السعيدي، هي بنيتي مشت معي مشت الصباحة فترة كالعادة، بنيتي بكلها أمل بيتها تكتب في المسرحية تمثل مش تمثل مع أستاذتها فاطمة، مش تمشي معها لكيف الصباحة، معناتها ما عمرت تليفونها وتقعد من الستة. عندي ولادي لو ثلاثة يقروا في الليبل هنا في الابتدائي، طيبت لهم قهوتهم وعملت لهم فطورهم كيف العادة. فترة فطورها قالت لي ماما، جتني بستني قالت لي ماما هاني ماشي، بوستها منه قلت لها بنيتي بري على روحك. طفلة قالت لي رحمة راهي من العشية قالت لي تجري وتضحك بنعنتها فرحة، قالت لي راي في الليل بستني وقالت لي تمضغ في الشكلية، عطتني معاها قالت لي مشت شدت بلاصتها عنا، قالت فما أنبوبة فيوزة قالت عاملين هنا باش كل واحدة تعرف بلاصتها عليها، فما فيوزة انت عذو من برا فما فيها ديما ماس عم نول تحرق اللي سي نفس الكال سيرت وما ثمش حد شيء وما حلوش في تحقيق وما ثمش تنسى جابوا له ما طرفت فيافت انتاع كويت وغطوا الموضوع وهنا مدري شنية وانا تو نقوم بالواجب وانا هاي تزادت تعاودت المأساة. في الليل معناتها يمكن نقول لك 11:30 بالضبط الشيخ انتاعنا مشى كيسمع باللي سي تحرق، فما طفلة أخرى قريبته وقال نجيبها هي ونجيب رحمة خلاها تشوف داري. مشى الشيخ يلقاها رحمة بنتي أنسوها، طفت الحماية وقعدوا نص ساعة وعملت القايمة العامة لابيل، فما زوز بنات ما ثمش مشوا وجادت نات تدعى البناوت وشافت شكون اللي صح عليها بايها وشكون مشت يلقوها رحمة وصوروا. طلب الشيخ طلب باباها قال له راه ثم حريق حشك في الليسي وراي رحمة راي بلعت شوي دخي رمعك به لقصري. قاعدة نحسب في الوقت ونخرج وندخل نصلي على النبي نطلب في ربي، معناتها واحدة عنده أمل. طلبني يبكي ويغيط على طول راسه وقال لي ليلى رحمة راي في أي لحظة مش تموت. نجري حفيانة معناتها لآخر الطريق من هكا في الليل في ماضي ساعة نتاع الليل نجري ونعيط يحليلي ما سمعني حد وليداتي في جرتي. فما واحد لهنا عنده كره برجع علي جاني هزني. الصباح معناتها محسوب 8 ولا 8:30 مشيت من البلار قابلتني معناتها ميتة وحية. فما مل يعني ضئيل هكا عاملي لها هكا الأنبوبة تاع الأكسجين يخفق وجهها خدودها تنور نوران وهي راقدة بالنوم يعني طمنت شوي. قالوا لي بري يمشي يقعد الماضي ساعة تو ندخلوك لها. نكلم فيها قلت لها بع البلار قلت لها رحمة أني جيتك يا رحمة راه وجوك عماتك وجوك خالاتك ومليك الكل أنا فم الباب رحمة بنتي ونجل نرجع ليك يا رحمة خاتي فيقي لي يا رحمة. قلت باش مخها يتجاوب معايا خلاها تسمعني تو تتجاوب للا 12:30 ولا 12:15 هكاك. تعدوا بها ميتة قدامي وغمينها. نقول لها مبعدوا ابعدوا خلي تعدوا ابعدوا. معناتها تعدوا. أختها تقول لي ماما أخي رحمة زعمة طويلة قدك. نحن كاك والراجل جاء من تالي قال البنات اللي جابوهم تو واحدة منهم ماتت راحوا ثبتوا. نجرينا لولا أختها في جرتي ويما وراي. كيف خلطنا طول البلوك حلا يا طبيب الباب على فرتين وقال لي ماتوا الاثنين. ما نعرفش على روحي انا نجري من الباب اللي دخلت منه وخرجت من الباب اخر زعما فقدت عقلي. رحمة ديما تتذمر من المبيت تقول لي ماما رامي قاعدوني الستة نتاع الصباح، ماما رامي سايبوني في الكور معناتها للبرودة وهما يقعدوا يدخلوا يدفوا راهم بعد كينا ما وانت تجي 8 باش نحنا ندخلوا رانا نخرج ونقعدوا لبرا للبرودة. المبيت معناتها ديما جواعة ديما نقصي الماكلة خايبة فيه ديما كتجي لهنا بالسبت تجيني ساعة نص نهار تجي جيعانة ديما وكنت تجي مروحة ليلة لحد ديما ضر تحضر ديما في عوينها الحاجة اللي نطيب منها كان عملت خبز مليه وتعمل كسكروتات وتعبي تقولي واحد لي واحد لصحابي راهم حتى هما ناكلوا مع بعضنا كان عملت روز بريك تعبي في حكاك وتهز عبارة واحد ماشي في صفر مش ويأكلوا بالدرق عليهم راه مشهم يأكلوا على خاطر اللي تشدها تأكل تقولها صار مش وعاش بك الماكلة صار انتي باش تحرضي صحابك
برا يمشي يجيب الولي نتاعك ولا يعطوها طرد، يشوفوا بعينيهم وساكتين، يجيبوا لهم الماكله ناقصه، يجيبوا لهم الخبز شايح، يجيبوا لهم سلطه قارصه، يجيبوا لهم المقرونه يعني فيها دود، يقولوا المقرونه فيها دود، اللي يتكلم يخرجوه. استحملت بمل منينا، نقول لها رحمه، نقول لها رحمه تشوفي الفقر والعيشه نتاعتنا، رحمه اوصلي انتي باش نقضينا الكل، رحمه اختك بطلت عليها وعرست وعمرها 18 سنه باش ركوبها هي تركبي به انت، باش مصروفها هي تهزيه انت، رحمه باش انت توصلي وتنقذي خيانك، رحمه راكي امل ليا. معناتها بامل منينا، كل ما تجي نعطيها شحنه تاع امل، تقول لي ماما باهي ماما باهي ماما، على جالك انت نوصل ان شاء الله. نعطيها امل، نقولها رحمه ما جيتيش في القرايه تجي في التمثيل، ما جيتيش في التمثيل تجي في الرسم، رحمه اخلقي انت موهوبه اوصلي. نعطي فيها في امل، وبنيتي طيعتني، بنيتي معناتها مقتنعه. رحمه قتلها الاهمال، قتلها الاهمال رحمه، حتى في النسيه ننسوها، خلوها معناتها كان نقضوها في الوقت المناسب وعملوا لها الاكسجين، راي ما زادتش يعني بعد ما صبطوها بالماء وخلها نص ساعه، قلب سكت وتخليها زادت تبرد نص ساعه بالماء، مات مشت بريسك ميته.